جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: عندما كنت في سن المراهقة كنت أصوم وأفطر في رمضان بعذر وبدون عذر، ولم أقضي تلك الأيام التي أفطرتها ولا أعلم كم عددها، والآن والحمد لله هداني ربي وأصبحت أصلي وأصوم ولا أفطر يوما واحدا حتى لو كنت مريضة، إنني أصوم لله تعالى. أفتوني، ماذا علي في تلك الأيام التي أفطرتها بجهل مني وأنا في سن المراهقة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي وفقك للتوبة، أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الإسلام. وأما ما تركتيه من الصيام في حال المراهقة هذا فيه تفصيل، إذا كان ذلك بعد البلوغ فإنه يجب عليك القضاء، قضاء الأيام التي لم تصوميها من رمضان، وأن تكفري مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. أما إذا كان تركك للصيام قبل البلوغ فإنه لا حرج عليك في ذلك، لأن الصيام إنما يجب على المرأة إذا بلغت، لأن يعني ظهرت عليها إحدى أمارات البلوغ، ومنها الحيض إذا حاضت، ومنها علامات البلوغ المعروفة انبات الشعر حول القبل، ومنها بلوغ 15 سنة، كل هذه من علامات البلوغ. فإذا ظهرت علامات البلوغ على الغلام أو على الجارية فحينئذ تجب عليهم التكاليف الشرعية ومنها الصيام. فمن أفطر بعد البلوغ يوما أو أياما من رمضان وجب عليه القضاء. نعم.